حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن من الشخص القادم لك. هنشوف شخصيته وطاقته، هنشوف عمله وشكله وطبيعة العلاقة بينكم. هيكون في حب ولا هيكون معرفة بس كده، زي ما بيقولوا جواز صالونات او زواج الصالونات، يعني اللي هو مفيش اي حب ومفيش اي معرفة من قبل. كمان هنشوف هتميزه بإيه وهتعرفه ولا لأ. وانت أساسا الشخص ده في طاقتك وفي محيطك وانت عارفه ولا لأ. طيب، هتبقى بأول حرف من اسمك أو باختيار الحجر. الحجر الأول الحجر الأزرق. الحجر التاني مش عارفة، ده بتهيألي لونه أورانج أو مثلا عسلي غامق. الحجر التاني الأبيض أو ممكن يبقى أوف وايت. طيب، لو انتوا اول مره تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. لو عاوزين قراءه مدفوعه تواصلوا معايا على رقمي، رقم الواتساب بسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. نبتدي باول مجموعه، دي اقرب لكم الحروف. دي اول مجموعه باختيار حرفك انت، اول حرف من اسمك انت. دي اول مجموعه. تمام، والحجر هحطه لكم هنا كده عشان تشوفوه. نبتدي ونشوف. اول حاجه شخصيه الشخص ده ايه، الشخص القادم لك وطاقته دلوقتي ايه. نبتدي رقم واحد شخصيته. شخصيته ايه؟ وطاقته. طاقته في الفترة الحالية اللي احنا فيها. طيب، بالنسبة لشخصيته، الشخص ده شخص عملي، يعني من اولها كده الشخص ده شخص عملي وبيحب شغله جدا وشايل مسؤولية، وشخص معطاء بيحب العطاء جدا وبيحب ان هو، طيب قلنا الشخص ده بيحب يساعد عامة، يعني بيحب يساعد في الخير او بيحب يساعد لحد طلب منه المساعدة، عنده العطاء. كمان انا شايفة ان هو شايل مسؤولية، يا اما الشخص ده في الزواج بالفعل شايل مسؤولية اسرة وبيت، يا اما الشخص ده بيصرف على اهله او يمكن هو كبير عيلته. بس الشخص ده عملي جدا، يعني حتى لما بيحب او بيخش في علاقة بيبقى العقل عنده اقوى من القلب. طيب، ده حنين كمان، يعني الشخص ده حنين وبيحب بس اللي هيظهر عليه كشخص لا، عمله يعني. سوري يا جماعة الفيديو فصل، نكمل. فالشخص ده زي ما بقول لكم الشخص ده عملي، لكن قلبه حنين وطيب وبيحب من قلبه بجد. لكن اللي بيظهر في شخصيته ان هو شخص عملي وبيحب عمله، وحتى لما بيفكر في اي حاجة بيفكر بعقله. طيب، على فكرة الشخص ده برضو يعني لما تقرب منه او لما تعرفه هتحس ان هو تعبان، هتحس ان هو في حاجة مزعلاه، يمكن يحكي لك الحاجة اللي مزعلاه دي، لان هو واخد 10 سيوف في ظهره. ممكن يكون في حاجة في حياته مرت عليه تعبته او وصلته لدرجة عالية جدا من الاكتئاب، او حواليه طاقات سلبية شديدة. طيب، ده حلو، هو فرصة ببداية حب. انا لسه ما شفتش الباقي في القراءة، بس هو فرصة ببداية حب. طيب، بالنسبة لطاقته دلوقتي، هو في طاقة اللامبالاة. واو، ده هو في طاقة اللامبالاة، وكمان حاسس بانجذاب ناحية شخص. واكيد انت الشخص ده.
يبقى الشخص ده اكيد عارفك، هو يعرفك، معرفش انت تعرفه ولا لا، لكن الشخص ده اكيد عارفك لان هو حاسس في طاقته دلوقتي بانجذاب لشخص ولا مبالاة للاشخاص الاخرى اللي حواليه، ما بيديش اهتمام لحد قاعد لما حد بيتكلمه، ما بيدروش اي اهتمام، هو مركز على الانجذاب لشخص معين. تمام. كمان هو في طاقة السيطرة على مشاعره وعلى عواطفه، بس في نفس الوقت هو في طاقة برضه شيل المسؤولية وشيل الحمل اللي هو طلع في الأول في شخصيته. الشخص ده طاقته دلوقتي شايل مسؤولية، شايل الحمل، عاوز يقدم حب، عاوز يقدم كلام كويس لشخص تاني، أكيد انت الشخص ده لسه هنشوف. حاسس ان هو حاجة زي ما الواحد كده بيحس ان هو واحد مختلف عن الناس اللي حواليه، هو شخص مش بيفكر زي ما الناس اللي حواليه بتفكر، هو مش عنده غرور لكنه حاسس ان هو مختلف عن الاخرين، عامل لا مبالاة او مدي عدم اهتمام للاشخاص اللي حواليه، عايز يسيطر على مشاعره في طاقة انجذاب لشخص. طيب عندي هنا برج الدلو، برج السرطان، وبرج الجوزاء، برج السرطان تاني، يعني ممكن يكون برج السرطان هو الشخص ده أو الأبراج التانية. طيب نشوف بقى، نفصصه ونشوف الشخص ده شغال ايه، مجموعة رقم واحد الشخص ده شغال ايه. هي واحد، نشوف الشخص ده بيشتغل ايه. شكل الشخص ده ايه؟ نشوف الشخص ده شغال ايه. هو يمكن يكون شغال حاجة ليها علاقة بالسفر والتنقلات، او حاجة تبع مثلا الطيران، حاجة تبع السفن، يعني حاجة فيها تنقلات كتير. تمام. او شغال حاجة ليها علاقة بالاحتفالات، ممكن مصمم ديكورات للحفلات او حاجات زي كده يعني. طيب او شغال حاجة بتتطلب منه الغموض الشديد. او بيبتدي شغل جديد او مشروع بيزنس بيه خاص في الاول، يعني لسه هو بيبتدي في شغل جديد. او شغال حاجة ليها علاقة مثلا بالحكومة، او ان الشخص ده ضابط، او الشخص ده يعني هو طالع لي هنا مقاتل يعني، فممكن يكون الشخص ده ضابط في الجيش او الشرطة، او شغال حاجة في الحكومة، او شغال حاجة ليها علاقة بالاتصالات او بالسفر الكتير او الحفلات او شغل يتطلب الغموض. ممكن يبقى محاسب كمان، اي حاجة تتطلب التفكير والعلاقات مع الناس عامة، ممكن يكون شغال علاقات عامة. شوف برضو اكتر، او بيبتدي مشروع خاص بيه في الاول، هو لسه في الاول المشروع ده، بيبتدي شغل خاص بيه، او الشخص ده مسافر في حتة بعيدة، او شغال حاجة ليها علاقة بالعلاقات، يعني مثلا استشاري علاقات، اخصائي علاقات، اللي هما الناس اللي زي كده، ليه علاقة بالشفاء مثلا، شفاء الروح يعني، مش لازم شفاء الجسد، ممكن يبقى شفاء النفس عامة. طيب ده بالنسبة لشغله. شكله ايه الشخص ده؟ واو، شكله وسيم جدا، الشخص ده وسيم جدا وجذاب، لما تشوفه هتحبه من شكله، من اول ما تشوفه كده هتحس ان شكله جذبك، شكله بيوحي بالحنية، يعني ما تحس، ممكن يبقى عيونه او شكل وشه فيها حنية، لو بنت فهي أمورة جدا جدا جدا، ولو ولد فهو وسيم جدا جدا جدا. ايه كمان، الشخص ده شعره اسود، ممكن يكون شكله بيبان اكبر من سنه، ممكن يكون بيلبس حاجة على دماغه، على ممكن يبقى لابس كاب او حاجة، او لو هو مثلا ضابط بيبقى لابس اللبس بتاع الضابط، بيبقى فيه كاب، لاني طالع لي هنا مرتين، 3 مرات،
يعني هو هنا في حد لابس حاجة على راسه، يعني حاجة على دماغه. طيب كمان ممكن يكون وزنه حلو كويس، مش تخين ومش رفيع، ولكن الشخص ده لو راجل فهو عنده عضلات. تمام، فالشخص ده لو راجل فهو عنده عضلات. هنا برضو طالع ان هو شعره اسود وبشرته قمحي، يعني بشرته قمحي مايل للبياض مش للسمار. زي ما قلت لك، هو برضو هنا طالع مقاتل. الشخص ده يا اما هو ما بيقبلش بالظلم ابدا وبيقاتل عشان يجيب حق اي حد، يا اما الشخص ده شغلته ظابط او حاجة ليها علاقة بالحكومة عامة او المخابرات، الشرطة، جيش، قضاء، يعني حاجة زي كده. محامي ممكن كمان، لان هو بيحاول ان هو يجيب الحق، فممكن يبقى الشخص ده محامي برضو. طيب كده احنا شفنا شكله، هو وسيم جدا على فكرة. نشوف بقى الباقي من صفاته. طبيعة العلاقة هتكون في بينكم، هيكون في حب ولا يكون في غيرة، هيكون في كده ولا هتبقى علاقة عادية؟ طبيعة العلاقة بينكم ايه؟ طب هو رقم واحد طبيعة العلاقة هيكون في حب وغيرة وكده ولا مش هيكون؟ طب مش هسيبهم الاتنين. طيب تاني حاجة انت هتميزه بايه الشخص ده؟ انت هتميز الشخص ده بايه وتعرفه ولا لا؟ انت هتميزه بايه؟ اعمل كده عشان بس يبقى فيه مساحة. انت تعرفه ولا ما تعرفوش؟ طيب بالنسبة لطبيعة العلاقة ما بينكم هتكون ازاي؟ الشخص ده يعني انا مش فاهمة، هو بيحب جدا يشيل المسؤولية، يعني طبيعة العلاقة هيكون شايل مسؤوليتك، هيكون محافظ عليك، يعني هيصونك، هيكون محسسك ان انت مش محتاج حاجة. الشخص ده اكتر ما هو بيعبر بالحب او اكتر ما هو بيعبر بالمشاعر بيعبر بالفعل، ان هو يعمل لك حاجة، يجيب لك هدية، يبقى واقف جنبك، يسندك لو انت في مشكلة، مش هيسيبك. لكن ان هو في حب او يعرف يتكلم كلام حب مثلا او كده، لا. الشخص ده عملي جدا زي ما قلت لك، وطلع في طاقته في الاول. الاكتر هيبقى الشخص ده بيتصرف معاك بالعقل، يعني عايزه اشوف. طيب الشخص ده في حب برضه ولا لا؟ يعني هيبقى بالنسبه لك هو بيعبر عن حبه بالفعل. بص على فكرة، هو في انجذاب منه ليك زي ما طلع في طاقته، وهنا برضو طلع ان هو في انجذاب وفي مراقبة منه ليك. بس الشخص ده احتمال يكون هو دلوقتي في طاقة زعل، في طاقة اكتئاب او حاجة، لان هو بيبص عليك بحزن، قلبه وجعه كمان، حاسس ان انت شخص متوافق معاه. هو عارف شخصيتك من بعيد وبيشوفك، لكن ممكن تكون انت متعرفوش. انا لسه هنا هعرف. طيب يبقى يكون في حب وفي توافق، ولكن الشخص ده هيعبر عن حبه بالفعل مش بالكلام، لان الشخص ده ما بيعرفش يتكلم كلام حلو يعني، او كلام يعبر عن اللي جواه، لا بيعبر عن اللي جواه بالفعل. فدي طبيعة العلاقة ما بينكم. طيب انت هتميزه بايه لما تعرفه؟ اول ما يكلمك هتعرفه، هتقول هو الشخص ده. هيقولك ان هو طالع من علاقة
قديمة اتدمر منها، يمكن هو بيبص عليك باكتئاب او بيبص عليك بزعل، هو لسه طالع من العلاقة دي، هيقولك ان هو طالع من علاقة قديمة، هيقولك ان هو تعبان، ان هو شاف كتير مثلا في حياته، مر بظروف صعبة، ان هو شايل مسؤولية اهله او ان هو شايل مسؤولية عامة في حياته. هيحكي لك الشخص ده وهيتكلم معاك بصراحة، هيتكلم معاك بوضوح وهيقول لك كل حاجة بيفكر فيها، كل حاجة نفسه يعملها، ويمكن يشركك معاه في المستقبل كحاجة ان هو مثلا بيعبر لك ان هو عاوزك لكن بشكل غير مباشر. فالشخص ده هتعرفه ان هو لما يتكلم معاك هيوصف لك او هيقول لك اللي حصل له في حياته واللي نفسه يعمله في المستقبل، هيكون كلام من قلبه وكلام صريح وكلام مباشر. طيب ده هتميزه بكده. طيب الشخص ده انت تعرفه ولا لا؟ انت تعرفه؟ الشخص ده انت عارفه، ويمكن يتكلم معاك، ويمكن يتكلم معاك بس لسه ما حكلكش على الحاجات اللي مرت بيه في حياته. الشخص ده انت تعرفه، وشايف ان الشخص ده طاقته بطيئة من ناحيتك، او ان هو ما بيتحركش او ما بيتصرفش بسرعة من ناحيتك، وما بيقولكش على حاجة مباشر يعني. فانت الشخص ده تعرفه. طيب حاسس انه حنين لكن مش بيبين. الشخص ده انت حاسس ان هو حنين، عنده احتواء، عنده قلب ابيض، قلب شفاف، لكن مش بيبين ومش بيعبر. وده فعلا بيقول لك نيو لاف، الشخص ده هيجي لك بنيو لاف، هيجي لك بحب جديد، في شخص جديد اللي هو ده طبعا هيعترف لك بالحب، وهيقول لك ان هو معجب بيك او بيحبك. طيب هيكون كمان في اتراكشن قبل طبعا ما يعترف، هيبقى حاسس باتراكشن، وده الكلام ده طالع برضو في طاقته، هو في اتراكشن من ناحيتك، ففي اتراكشن من الشخص ده ليك، والشخص ده احتمال يعترف لك بالحب بتاعه قريب ويقول لك ان هو بيحبك وان هو عاوزك في حياته. بس هو انت حاسس ان هو طاقته بطيئة، بس معلش ممكن تستحمله لان هو متألم جدا جدا وحزين، فمعلش بسبب اللي حصل له في حياته زمان. فالشخص ده كويس يعني. هنا في برج الأسد بشدة، وبرج الجوزاء، وبرج السرطان، وبرج العقرب. بس كده. طيب شكرا ليكم، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت عليكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انتوا أول مرة تشوفوني، ولو عايزين قراءة مدفوعة تواصلوا معايا على رقمي، رقم الواتساب. طيب خشوا للقراءة رقم 2، حجر الجميل ده، الحروف اهي، بحروف اسمك انت طبعا. الحجر اهو حطولكم هنا عشان تشوفوه. طيب نشوف اول حاجة شخصيته وطاقته، شخصية الشخص ده وطاقته. مجموعة رقم 2 شخصيته، شخصية الشخص ده ايه، الشخص القادم في طريقك. طاقته في الفترة الحالية ايه، طاقة الشخص ده في الطاقة الحالية، طيب بالنسبة لشخصيته، الشخص ده طالع من علاقة، ممكن تبقى العلاقة دي انت اللي كنت معاه واحنا لسه هنشوف، وممكن يكون هو طالع من علاقة ورحل عنها وهو متكتف، هو مش شايف قصاده، وهو تعبان، وهو ندمان، وهو في كل حاجة بتدل ان هو موجوع قلبه. الشخص ده حس بغدر او حس ان هو تغدر بيه في العلاقة دي، ممكن يكون برضو
زي ما قلت لك، يا انت اللي كنت معاه يا هو كان في علاقة تانية. يعني لو انت كنت مع شخص وهو حاسس من ناحيتك ان انت غدرت بيه، فهو الشخص ده يعني سبحان الله بيحبك. طيب شخصية الشخص ده ايه؟ الشخص ده يعني بيبان لي كده ان الشخص ده قليل الحيلة، ما بيعرفش يتصرف، ما بيعرفش يعمل حاجة، مكتف نفسه بنفسه ومش عارف يعمل ايه. يعني هو رومانسي جدا وقلبه حنين، ومن الناس اللي لما بتحب بيبقى الحب ده عندها عكس بقى مجموعة رقم واحد. لا، الشخص ده بيبان عليه جدا وبيعمل تصرفات بقى اللي هي يسمع مثلا اغاني، وبيبقى باين عليه الحب جدا. يعني حتى لما تبصله تعرف ان الشخص ده بيحب، عنده احتواء وعنده خوف على الشخص اللي معاه، دي شخصيته في الحب عامة. اللي طالع هنا في الحب شخصيته في الحب ليه؟ لأن الشخص ده أساسا رومانسي، فلما جينا نسأل على شخصيته طلع إن هو بيحب بكل قلبه، عنده احتواء للشخص اللي معاه، عنده احتواء. يا سلام. طيب الشخص ده شخصيته جميلة جدا، لأن كمان طالع إن هو بيبقى زي الدواء، أو بيبقى زي الحاجة اللي بتطيب وبتطبطب على الشخص اللي معاه. لو الشخص اللي معاه مخنوق او متضايق، الشخص ده يعرف يطلعه من ضيقته ومن الخنقه اللي هو فيها، ولو حتى انت زعلت منه بيعرف يصالحك بذكاء. فالشخص ده شخصيته حلوه جدا، بس انا مش عارفه هو ليه حاسس بغدر من حد وحاسس بقله الحيله، كمان حاسس بالرحيل اللي حصل له ده مأثر فيه. هو راح على الحد، يا الحد ده انت يا الحد ده شخص تاني. بس هو عامة شخصيته حلوة قوي وقلبه أبيض وحنين. الشخص ده حنين جدا ورومانسي جدا 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 وحساس. ايه شخصيته؟ طب طاقته ايه؟ هو شكله في خناقة، في صراع، في حاجة في حياته مع حد. الشخص ده هو حاسس معاه بالتوافق، ممكن تكون انت على فكرة. في صراع في دماغه ما بينه وما بينك، بيفكر في دماغه في صراع عليك، حاسس من ناحيتك بالتفاهم والتناغم والحب، وفي نفس الوقت عايز يتخانق معاك، عاوز يعني مش عارفة هو عاوز يتخانق معاك ليه. الشخص ده، الشخص ده يعني 90% يعرفك أكيد، لأني كل طاقته إن هو خصصلك أنت، عايز يتخانق معاك أنت، حاسس بتوافق ناحيتك أنت. كمان طالع هنا ان هو الشخص ده كان في حياتك ورجع لك تاني. الشخص ده كان في حياتك ورجع لك تاني، لان هو كارت الدس، يعني كان في علاقة ما بينكم والعلاقة دي عايز يجددها تاني وعايز تبقوا مع بعض تاني، لانه حاسس بتوافق، وفي نفس الوقت في مشكلة او في حاجة حصلت ما بينكم مخلياه في صراع دائم. الشخص ده متحمل مسؤولية، وكمان بيركز جدا على هدفه، لكن الشخص ده قليل الحيلة زي ما قلت لك، مش عارف يتصرف ازاي ومش عارف يعمل ايه. ممكن يكون الشخص ده في علاقة زواج، وممكن يكون كان في علاقة زواج وانتهت بالطلاق، وبعد كده اتعرف عليك مثلا او اتكلمتوا مع بعض وحس ما بينك وما بينه بتوافق، ولكن حصل انقطاع. بس الشخص ده في حب من ناحيته ليك، وحاسس بتفاهم وتناغم معاك جدا. في هنا برج العقرب طالع مرتين، وبرج الثور، وبرج الجوزاء، وبرج القوس، وبرج الاسد. طيب دي بالنسبة لشخصيته وطاقته. طيب نشوف الشخص ده عمله ايه وشكله ايه. مجموعة رقم 2، الشخص ده عمله ايه، اشتغل ايه. الشخص ده بيشتغل ايه؟ الشخص ده بيشتغل ايه؟ وشكله ايه؟
الشخص ده بيشتغل ايه؟ الشخص ده ممكن يكون في بلد غير البلد اللي انت فيها، او شغال في بلد غير البلد اللي انت فيها، او هو جنسية وانت جنسية، كل واحد جنسية مختلفة. يعني شغله بعيد عنك. طيب ايه كمان الشخص ده شغال ايه؟ ممكن يبقى الشخص ده شغال دكتور، فزي ما بقول لكم كده ممكن يكون الشخص ده شغال دكتور ليه علاقة بالشفاء او بالطب عامة. كمان ممكن يكون شغال حاجة ليها علاقة بالتحدث الكتير، يعني ممكن شغال خدمة عملاء، شغال حاجة ليها علاقة بالكلام الكتير مع الناس، علاقات عامة، يعني شغله فيه كلام كتير مع الناس. يعني ممكن دكتور وممكن يبقى شغله بيتطلب التحدث كتير. كمان ممكن يكون شغال مهندس او حاجة ليها علاقة بالسفر، بيسافر، شغله بيتطلب انه يسافر. ممكن كمان ايه، ممكن يكون الشخص ده بيحل نزاعات بين الناس، يعني ممكن يبقى قاضي مثلا، بيحل النزاعات عامة، او شغله حاجة ليها علاقة بالدين، شخص شغال حاجة ليها علاقة بالدين. زي ما قلت لكم ممكن يبقى قاضي، ممكن يبقى ليه شأن عالي في الدولة، ليه منصب كبير، او شغله لازم لما يجي يشتغل يبقى عنده تفكير وذهن صافي. ممكن برضو يبقى كده، يعني ممكن شغله يتطلب منه التفكير الشديد والذهن الصافي، يبقى كده يا اما حاجة ليها علاقة بالقضاء لانه بيحل نزاعات، يا اما حاجة ذو منصب كبيرة، يا اما حاجة ليها علاقة بالدين، شخص ليه علاقة بالدين شغله، يا اما دكتور، يا اما بيتكلم كتير، شغله ليه علاقة بالكلام الكتير او السفر. طيب بالنسبة لشكله، هو لو بنت، البنت دي هتبقى بيضاء، يعني بيضاء البشرة. لو اللي بيتفرج عليا راجل، فدي بنت بيضاء البشرة، جسمها مش تخين، يعني جسمها عادي وسط. ممكن يبقى شعرها كمان ملون، مش اسود يعني، بني او ملون. طيب لو اتفرج عليا بنت، فالشخص ده شعره اسود، شعره طويل، بيلبس حاجه، على فكره الشخص ده بيلبس حاجه زي بلطو كده، ممكن يبقى بلطو محاماه او بلطو دكتور مثلا او قاضي، زي ما طلع في شغله، طلع لي هنا مرتين لابس بلطو. طيب ايه كمان ممكن يبقى، زي ما قلت لكم برضو هنا برضو نفس الكلام بيتكرر، يكون ليه علاقة بالدين الشخص ده، ووشه اكبر من سنه، يعني هو لو عنده 30 سنة ممكن تشوفه تقول 35 سنة، وشه اكبر من سنه. الشخص ده يعني مش رفيع، لو ولد الشخص ده مش رفيع، لو اللي بيتفرج عليه بنت فالشخص اللي جاي ده مش رفيع، يعني وسط، ليه مليان شوية، يعني مش رفيع لا. طيب ولو بنت رفيع او وسط، شعرها اصفر وبيضة، ولو ولد شعره اسود وقمحي. تمام دي الصفات بتاعت الشخص ده. طيب نشوف طبيعة العلاقة ما بينكم، هيكون في حب، هيكون في غيرة، هيكون في اشتياق مثلا، تبقوا يعني هيوحشك، هتوحشك، يكون في ما بينكم حب يعني عامة. طيب طبيعة العلاقة مجموعة رقم 2، طبيعة العلاقة مجموعة رقم 2 دلوقتي كده عشان نشوف.
هتميزه بإيه لما تعرفه؟ والشخص ده انت تعرفه ولا لا؟ انت عارفه ولا لا؟ طيب شوف بقى نصيحة. طبيعة العلاقة ما بينكم هتكون ازاي؟ هيكون في استشفاء ليكم انتوا الاتنين. هو هيحس ان هو لما لقاك ربنا عوضه، وانت لما هتشوفه وتلقاه هتحس ان ربنا عوضك. هيكون في انجذاب ما بينكم، وهيكون في انتوا الاتنين هتكونوا في حالة من انت منجذب ليه وهو منجذب ليه. انت حاسس ان الشخص ده انت بتحبه بسرعة، وهو كمان حاسس ان هو بيحبك بسرعة. لكن انتوا الاتنين هتبقوا محتفظين بمشاعركم برضو. انتوا الاتنين برضو عندكم طاقة عقل شوية، فهيبقى في انجذاب ولكن بالعقل. انت هتبقى محتفظ بمشاعرك وهو هيبقى محتفظ بمشاعره، لكن هتبقوا انتوا الاتنين بتجروا على بعض، بتحبوا بعض، منجذبين لبعض، ولكن مش عارفين ايه اللي بيجذبكم بالطريقة دي بالسرعة دي. كمان في تعويض الهي من ربنا ليك وليه ان انتوا تقابلوا بعض، بس هيكون حبكم فيه عقل شوية. طيب هتميزوا بايه الشخص ده؟ هتميز الشخص ده انه شخص غامض. هتحس انه شخص غامض وبيحب يساعد الناس، وكمان شايل مسؤولية ممكن اهله او حاجة، متحمل المسؤولية. شخص مش صغير يعني، او يعني شخص مش شايل مسؤولية حد، لا الشخص ده شايل مسؤولية نفسه، شايل مسؤولية بيته. طيب ده بالنسبة هتعرفه ازاي او هتميزه بايه. دي النقط اللي موجودة في شخصيته هتميزه بيها. الشخص ده غامض، خد بالك انت هتميزه ان هو غامض وهتحس ان هو غامض بالنسبة لك. طيب الشخص ده انت تعرفه ولا لا؟ ايوه الشخص ده انت تعرفه. طيب بصوا، لو انتوا كنتوا في علاقة مع حد بالصفات اللي انا قلتها في القراءة كلها، فالشخص ده هو اللي راجع لك تاني، وانت عارفه طبعا لانه كنت في علاقة معاه من زمان. لو انت ما كنتش في علاقة مع حد زمان، فالشخص ده انت برضو تعرفه، انت برضو تعرفه، ولكن هو اللي رحل من علاقة قديمة، وانت هتعرف بالموضوع ده وهيحكي لك عليه. وكمان الشخص ده عملي بيحب شغله جدا. طيب النصيحة بتقول لك ايه؟ بيقول لك التوقيت الالهي دلوقتي بيعمل في صالحك، استنى التوقيت الالهي. طيب ايه كمان بيقول لك؟ forgiving and learning، سامح وتعلم. يعني ده ممكن للناس اللي هي كانت في علاقة قديمة مع شخص ورجع لها تاني لحياتها تاني، فبيقول لك سامح الشخص ده، سامحه وتعلم من الدرس اللي حصل ومن الخلاف اللي حصل ومن الفراق اللي حصل، وخلاص اوكي ان الشخص ده كويس ليك. فبالنسبة كان في حياتك او ما كانش في حياتك، هما الاتنين انت تعرف الشخص ده. انت في علاقة ما بينكم، مش لازم علاقة حب، لأ ممكن تكونوا أصدقاء، ممكن يكون الشخص ده بيراقبك لأن أنا شفت إن هو بيراقبك في الأول، ولكن مش قايلك إن هو معجب بيك مثلا. ولو حد قديم فهو راجع لك. طيب عندي هنا برج الحوت وبرج الحمل وبرج السرطان. شكرا ليكم، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت عليكم. نخش على المجموعة الثالثة. حكرتها والحروف دي. حرف اسمك انت. طيب مجموعة رقم 3، أول حاجة شخصية الشخص ده ايه؟ مجموعة رقم 3 شخصيته.
شخصيته ايه؟ طيب كمان طاقته ايه في الفترة الحالية؟ طاقته ايه؟ طيب نشوف شخصية الشخص ده ايه. الشخص ده رومانسي جدا جدا جدا، شخص قادم لك، شخص شخصيته رومانسية. الشخص ده جميل شكلا ومضمونا. الشخص ده جميل من بره ومن جوه، يعني هو وسيم من بره وشخصيته جميلة. راحل من علاقة أو راحل من حاجة ماشي منها، دي مأثرة فيه وفي شخصيته. مادام طلعت في شخصيته يبقى الحاجة دي مأثرة فيه. طيب شخصيته ايه كمان؟ برضو عملي الشخص ده، مش عارفة كل المجاميع النهاردة شخص عملي باصص لشغله وطموحه ومستقبله. طيب ايه كمان؟ شخص غامض ومسيطر. شخص غامض ومسيطر بس في حاجة ألماء ومعلمة في شخصيته قوي. كمان شخص بيحب التوافق، يعني لما ينجذب لحد ينجذب للشخص اللي متوافق معاه، دي من شخصيته. الشخص اللي على نفس تفكيره، على نفس دماغه، على نفس الحاجات اللي بيحبها، بينجذب لأي حاجة شبهه. تمام، بس الشخص ده غامض. طيب بالنسبة لطاقته دلوقتي، باصص لفلوسه، هو طاقته كلها باصص لفلوسه، وحاسس ان هو بسبب، يعني بص، بسبب الرحيل وبسبب وجع القلب اللي هو فيه ده، برضه في طاقته الاكتئاب والعزلة. يعني الشخص ده برضه في طاقته الحالية هو مازال في الاكتئاب والعزلة. كمان هو باصص لشغله بس، هو عاوز ياخد خطوة في طاقته، عاوز يعمل حاجة، حاسس بانجذاب، حاسس بحب، ولكن ما بيقولش، قافل على مشاعره. الشخص ده في الطاقة الحالية هو قافل على مشاعره، عايز ياخد خطوة، حاسس باكتئاب، حاسس بزعل جواه، باصص لفلوسه، باصص لأمواله في الفترة الحالية أو في الطاقة الحالية. عندي هنا برج السرطان، برج الميزان، برج الجوزاء والحوت. طيب ده بالنسبة لطاقته وشخصيته. نشوف الشخص ده شغال ايه. مجموعة رقم 3، الشخص ده شغال ايه؟ نشوف الشخص ده شغال ايه. وقعت لوحدها فناخدها. شكله ايه؟ طيب شغال ايه الشخص ده؟ ممكن يبقى شغال طبيب له علاقة بالطب. يعني دي واضحة جدا، كارتين وهو طبيب. طيب الشخص ده ممكن يبقى طبيب، ممكن طبيب يعني نفسي، يعني تبع النفس، وممكن طبيب عادي، طبيب يعني مش كده في بالي الجسد، يعني طبيب عادي يعني، او طبيب نفسي، او اي حاجة، او اي علاقة لها علاقة بالشفاء والطب. طيب ايه كمان شغال ايه؟ ممكن يكون شغال حاجة ليها علاقة بالاحتفالات عامة، ممكن يكون شغال محامي الشخص ده، او مهندس. يعني ما شاء الله هنا طلع كله جميل اوي، مهندس او محامي، او حد ليه علاقة بالتجميل، او اي حاجة ليها علاقة بالتجميل. ممكن يكون الشخص ده مسافر بعيد عنك او في مكان بعيد، وبيحب
يغير شغله كل شوية، يمكن يحب الانطلاق، يمكن ايه كمان، ممكن يكون الشخص ده بيحب الحيوانات، او الشخص ده طبيب بيطري، ممكن يبقى طبيب بيطري برضو. هو الشخص ده بعيد عنك في المسافة على فكرة، هو في بلد وانت في بلد، شغله بيتطلب السفر، او طبيب بيطري، او بيحب ان هو ينطلق في شغله او يغير الكارير بتاعه، ميبقاش راسي على حاجة واحدة، لا بيحب يشوف ده وده وده، بيحب الاطلاع والطموح عامة، او حد ليه علاقة بالفاشون، لا حد ليه علاقة بالتجميل، حد ليه علاقة بالجمال. كمان ممكن يبقى محامي او قاضي او اي حاجة ليها علاقة بالحكومة، ممكن يبقى طبيب او مهندس. طيب ده بالنسبة للشغل. طيب شوف بقى شكله، ممكن شكله ما يريحكش، مش عارفة يعني، طلع لي كارت الديفل في الشكل، فممكن شكله ما يريحكش. عامة هو طلع ان هو في الاول شكله وسيم جدا، فممكن يكون انت من كتر ما هو جميل تقول ايه ده مثلا، او وتحس ان هو شخص مش جد مثلا، مش عارفة، بس هو طلع هنا كارت الديفل في شكله. طيب نكمل. لا هو الشخص ده وسيم يا جماعة، هو وسيم، بس ممكن يكون وسيم اوفر، يعني وسيم بدرجة كبيرة. كمان الشخص ده ممكن ساعات من شكله تحس ان هو شخص متدين، شخص بيعرف ربنا من شكله، انا ما بتكلمش على صفاته. يعني تحسي على وشه علامات الايمان، وساعات تحسي على وشه لا، فانت ممكن تكون متحير في امر الشخص ده. بس عامة الشخص ده بيحب يلبس حاجة على راسه، لو كانت بنت برضو بتلبس حاجة على راسها أو محجبة. كمان الشخص ده يعني بالنسبة لجسمه، بالنسبة لشكله، هو الحاجة اللي كل الناس بتتمناها، يعني شكله وجسمه محدش يختلف عليه، هو حلو من كل حاجة، وبيلبس حاجة على راسه أو بيلبس حاجة في إيده، يعني زي حظاظة أو ساعة أو حاجة. طيب كمان لو بنت ممكن تبقى شعرها مش اسود، ولو ولد شعره اسود. الشخص ده قمحي او ابيض، سواء ولد او بنت. ده شكله هيغلبك يعني. في برضو هنا لو ولد ابيض مش، ولو بنت قمحوية. طيب هو عامة هو امور جدا، يعني انا اول مرة اعمل قراءة يطلع الشخص امور اوي كده، هو أمور جدا، كمان بيجذب الطرف الآخر ليه من جماله. شوية تحس من شكله ان هو متدين، شوية تحس ان هو لأ، شوية تحس بالغموض، يعني هو شكله محيرك، هو أمور في تلك الحالات. طيب نخش بقى اللي بعده. طبيعة العلاقة هتكون ايه ما بينكم؟ هيكون في حب ولا لأ؟ هيعبر لك عن حبه ولا لأ؟ برضو هو الشخص ده هيحبك ازاي، او هيكون طريقة حبه او تعبيره عن الحب، او تعبيره ان هو عاوز يخش حياتك ازاي. مجموعة رقم 3، طبيعة العلاقة ما بينهم. هتميزه بإيه؟ أو هتعرفه إزاي؟ كمان تعرفه ولا لأ؟ الشخص ده أنت عارفه في حياتك ولا لأ؟ تعرفه في حياتك ولا اتعرفت عليه ولا لسه؟ طيب النصيحة،
طيب نبتدي نشوف الشخص ده طبيعة علاقتك بيه هتكون ازاي. الشخص ده هيتعبك شوية بصراحة، هيتعبك شوية، هتحس انه شوية متلاعب وشوية بيحبك، فمعلش يعني هو الشخص ده عامة شوية تحس ان هو بيتلاعب، شوية تحس ان هو بيحبك، فهيتعبك شوية معاه، هيخليك قلقان من ناحيته. طيب شوف برضه النهاية ايه. طيب انت مش عارف تاخد معاه موقف، او مش هتعرف تاخد معاه موقف، او مش هتبقى عارف هو عاوز ايه، يعني بيتلاعب ولا بيحبك فعلا. طبيعة العلاقة ما بينهم مجموع رقم 3. طبيعة العلاقة ما بينهم، بص هو الشخص ده هيكون في حياتك الأول كصديق، بعد كده هيبتدي يعبر لك، بس مش يعبر، مش هيقول على طول ان هو معجب بيك او بيحبك، تمام؟ فشوية هيقرب منك، شوية يبعد عنك، شوية يقرب منك، هتبقى انت قلقان، هتبقى متضايق، هتبقى مش عارف الشخص ده ايه، يمكن كمان متعرفش تنام من كتر التفكير ان الشخص ده عاوزك ولا مش عاوزك. بعد كده الشخص ده يعني بعد قلق كتير ويتعبك فترة، الشخص ده هيجي يعترف لك ان هو حاسس ان انت توأم روحه، او ان انت الشخص المناسب ليه، لان طلع كارت في الاخر خالص، بعد ما تعبنا كل ده طلع كارت ذا لافرز، فهيجي يعترف لك ان انت الشخص زي توأمه، او زي الشخص المناسب ليه، او هو حاسس بيه من ناحيتك بانجذاب قوي، هيجي يتكلم. طيب بالنسبة لي هتميزه بإيه الشخص ده؟ هتميزه إن هو طالع من علاقة قديمة، طالع من علاقة تعبته، وهتميزه كمان إن هو بيحب جدا يساعد الناس، يعني لو قلتله على حاجة هتلاقيه بيجري يساعدك، وهتميزه كمان إنه بيحب الأفورة، يعني مش عارفه بيقولوها، مش فاهمه اوضحها لكم ازاي. يعني بيحب الشو، بيحب ان هو الناس تتفرج على انجازاته واللي هو عمله، ده هتميزه بكده، الحاجه الصغيره بيكبرها، يعني لو عمل حاجه صغيره بيكبرها ويخلي الناس تتفرج عليه وتقول له واو انت عملت كده ازاي، بيحب كده جدا، يعني هو لو عمل حاجة صغيرة وانت قلت له واو انت ازاي كده، فانت بالنسبة له دي حاجة يحبك جدا. طيب تميزه بايه كمان؟ طب والله كويس، يعني هو الشخص ده هتميزه برضو انه بيمشي بعادات اهله، مش متلاعب زي ما انت كنت فاهم، هو ممكن يكون كان بيوصل لك كده عشان يجذبك ليه، انه شوية بيحبك وشوية متلاعب، لكن هو في شخصيته او انت هتعرفه ازاي ان هو شخص مش متلاعب، شخص بيمشي بعاداته وتقاليده وعادات اهله، فبرضه دي حاجة تجذبه ليك لو انت ماشي بعاداتك وتقاليدك، لان الشخص ده بينجذب للشخص اللي شبهه زي ما قلت لك في الاول، فهو مش متلاعب، لا هو بس عاوزك ان انت تنجذب ليه اكتر عشان يحسسك ان هو في حد في حياته او حاجة، فانت تقرب منه اكتر، تمام؟ طيب الشخص ده انت تعرفه ولا لا؟ الشخص ده انت عارفه وحاسس بانجذاب من ناحيته، هو كمان حاسس بانجذاب من ناحيتك، حاسس انه طيب وحنين، ساعات تلاقيه لوحده بيبعد، وساعات تلاقيه مع الناس، يعني شوية يبعد وشوية يبقى مع الناس، وكمان الشخص ده عاقل، انت عارف ان هو عاقل وهو مبين لك العقل ان هو عاقل، يعني فالشخص ده انت تعرفه ولا لا؟ الشخص ده انت تعرفه. طيب الشخص ده يمكن يكون ما بيحبش السيطرة، او ما بيحبش ان حد يكون ماسكه او مضايقه، ممكن يكون هو لامس فيك الحاجة دي فعشان كده خايف يقرب منك، ابعد عن السيطرة، لان النصيحة بتقولك كده ويقولك اعمل مجهود مع الشخص ده لان الشخص ده يستاهل. طيب عندي هنا ابراج ايه، برج الميزان والعذراء والثور والسرطان والعقرب. سرطان تاني وحمل وجوزاء. كده خلصت القراءات كلها النهاردة، يا رب تكون القراءات عجبتكم وانطبقت عليكم،
واتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، ولو عاوزين قراءة مدفوعة تتواصلوا معايا على رقم الواتساب بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكوا، باي باي.